أخبار اليوم. الخامس والعشرون من يناير عام 2011، بعد سنوات من المخاض الصعب، مصر تبحث عن ولادة جديدة، وانطلق الضوء يحمل معه بشائر الأمل، وانكسر الضوء إلى حين. ربيع عربي تنمو فيه مراعي الشوك، تطيح رياحه بأركان البيت العربي، تفكك وحدته وتبث بذور الفرقة فيه. تصبح الأرض المحروقة هي الوجه الآخر للربيع العربي، لكنها مصر الأبية لا تعرف الانكسار. الثلاثون من يونيو عام 2013، عودة الروح إلى الجسد الواحد. وضع خارطة مستقبل مصر تنهض من جديد. لازم نشق طريقنا ونبني بلدنا. وفي معجزة حضارية نادرة، يتبدل المشهد المصري من إرادة الفرقة إلى إرادة الوحدة، من إرادة الخراب إلى إرادة البناء. يد تهوي فوق معاقل الإرهاب، وأخرى تبني صروح المجد والتنمية. وانطلقت كل مؤسسات مصر لدعم خطط التنمية الشاملة، مشروعات استراتيجية وخدمية ساهم فيها الجيش المصري بفائض من قدراته البشرية والفنية والمادية، دون أن يؤثر ذلك على كفاءته القتالية. قفزة تنموية شارك فيها الجيش المصري بتنوع خبراته وجدية منظومته التخطيطية والتنفيذية والإشرافية، بإشراك العديد من الشركات المدنية المتخصصة. وعلى مدار عامين ونصف، جاء الدور الرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في مجالات المشروعات التنموية، استصلاح الأراضي، إقامة وتطوير المصانع وخطوط الإنتاج، الخدمات الجماهيرية، مما أدى إلى انتعاش لا تنكره العين في سوق العمالة المصرية. ويبرز دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإداراتها التخصصية في مجال الإنشاءات المعمارية والهندسية العملاقة والطرق والكباري والمطارات والموانئ، دعما لخطط التنمية للدولة في كافة ربوع مصر. تواصل الهيئة الهندسية العمل ليل نهار للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تنفيذ كل ما تكلف به من مهام. بلغت خلال الفترة الماضية 1406 مشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ 612 مشروع في مختلف المجالات، وجاري تنفيذ 794 مشروع. ويتوج أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذلك الجهد الوطني الرائع والواعد بمستقبل زاهر لمصر وشعبها، إتمام عملية الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، وإنشاء كافة الأعمال الهندسية المتعلقة بالبنى الأساسية المحيطة بالقناة الجديدة، وربط شرق القناة بغربها بشبكة من الأنفاق والطرق، بالتنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس لتفتتح للملاحة العالمية وفي الوقت المحدد. واليوم تقدم مصر من خلال رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية نموذجا ساطعا للعمل الإيجابي الخلاق لتوسعة رقعة الإنجازات على أرض مصر. وتتوالى الإنجازات في سلسلة تحسين قدرات الطرق الرئيسية في أنحاء مصر عبر العديد من المشروعات. تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتضمن التطوير زيادة عرض الطريق ولمسافة 164 كيلومتر، مع إنشاء مجموعة من الكباري والتحويلات التي تؤمن المناورة وتغيير الاتجاه والقضاء على التقاطعات، مع إنشاء بوابات حديثة ومتطورة لتحصيل الرسوم بالقاهرة
والإسكندرية وثلاث بوابات أخرى لمدن العالمين 6 أكتوبر ومدينة السادات. تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. اشتمل التطوير على توسعة الجزء الواقع بين محطة تحصيل الرسوم عند علامة الكيلومتر 86 وحتى مدينة الإسماعيلية. تطوير وتوسعة طريق القاهرة السويس الصحراوي من الطريق الدائري وحتى الطريق الدائري الإقليمي. اشتمل التطوير على توسعة الطريق بطول 34 كيلومتر وعرض 20.6 متر. كما تم إنشاء كوبري المشير محمد علي فهمي لخدمة القادم من مدينة نصر عن طريق المشير محمد علي فهمي ومتجه للقاهرة الجديدة عن طريق محور المشير طنطاوي والعكس. ازدواج وصل طريق وادي الملاك الكيلو 76 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق الإسماعيلية الزقازيق، ويبلغ طول الوصلة 23 كيلومتر وعرض 14 متر، وتطلب الأمر التغلب على عدد من الصعوبات في مسار الإنشاء. وفي إطار خطة الدولة لتطوير مزلقانات السكك الحديدية للحد من حوادث القطارات والخسائر البشرية والمادية التي تنتج عنها، مع التركيز على المزلقانات الأكثر خطورة، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية، منها المرحلة الثانية من كوبري الفريق رضا حافظ، وتقع تلك المرحلة أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى بطول 350 متر وعرض 6.5 متر وارتفاع 6.5 متر. كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من كوبري الشهيد صانع ماهر أحمد السيد موسى بإجمالية أطوال 500 متر وارتفاع 6.5 متر، أعلى مزلقان طلقة ضوئي للقضاء على التقاطعات السطحية والحد من الحوادث المرورية، أعلى مزلقان سكك حديد طنطا المنصورة. كما تم كذلك إنشاء كوبري مزلقان الطريق الغربي ببني سويف بطول 600 متر، وذلك للقضاء على التقاطعات السطحية والحد من الحوادث المرورية بمنطقة تقاطع سكة حديد الوسطى الفيوم مع طريق الصعيد الغربي. القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية والخدمة العلاجية. تم إنشاء مركزين لعلاج الأورام بمحافظتي السويس وبني سويف، مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية العالمية لخدمة العسكريين والمدنيين ولتخفيف الضغط على مستشفيات العاصمة ومشقة انتقال المرضى للقاهرة. وتمتد الإنجازات في مجال الإنشاءات إلى المجال الثقافي والترفيهي. إنشاء 23 مبنى تعليمي وثقافي وترفيهي وكافة مستلزمات خدمة الجمهور بحديقة الأسرة، والمقام على مساحة حوالي 70 فدان. كما قامت الهيئة الهندسية ارتباطا بمشروع حديقة الأسرة بإنشاء فندق بسعة 114 غرفة بكافة مستلزماته الخدمية، ومركز تجاري ومجمع مطاعم شمال الحديقة بمنطقة القاهرة الجديدة ولخدمة روادها. وفي إطار اهتمام الدولة بالشباب واحتياجاتهم في مجالات الرياضة، قامت الهيئة الهندسية بتطوير مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك لصالح وزارة الشباب والرياضة، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء 26 ملعب متنوع لممارسة الألعاب المختلفة وثماني صالات رياضية وكافة التجهيزات الإدارية والمناطق الخدمية والفنية المرتبطة بعمل المركز وأنشطته المختلفة. وقامت الهيئة الهندسية أيضاً بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مجلس الدفاع الوطني على مساحة 3000 متر مربع، ويتكون من دورين وكافة المنشآت الخدمية والتنسيقية للمبنى. وفي إطار المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون فدان لصالح شباب الخريجين وصغار المستثمرين، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي بتصميم وتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح وزراعة 45,000 فدان بأساليب الري الحديثة والمتطورة وتوفير مصادر المياه اللازمة للري بحفر وإنشاء 900
102 بئر مياه في مناطق الفرفرة، عين دلة، سهل قروين، سهل بركة، المغرة، تشكى، شرق العوينات وغرب المنيا. وقد تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح 10,000 فدان بمنطقة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتوفير مياه الري من خلال حفر 40 بئر مياه وإنشاء كافة مستلزمات المشروع من أحواض وطلمبات لرفع المياه. وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإنشاء مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات الناعم بشركة النصر للكيماويات الوسيطة فرع الفيوم، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً، ويساهم إسهاماً كبيراً في توفير الأسمدة الحيوية للزراعة، ويوفر كثيراً من العملة الصعبة التي كانت تنفق في الاستيراد من الخارج. وإنشاء مصنع إنتاج شكاير الأسمنت الورقية، وهو أحد المصانع التابعة لشركة العريش للأسمنت، ويلبي احتياجاتها من الشكاير الورقية للتعبئة بطاقة 100 مليون شكارة سنوياً، مما يساعد في خفض تكلفة الإنتاج. وفي مجال اهتمام الدولة بتسهيل سبل الحياة لمواطني المناطق النائية والبعيدة، قامت الهيئة الهندسية وإداراتها المتخصصة بتصميم وإنشاء عدد 3 محطات تحلية مياه بمحافظة مطروح بمناطق السلوم بطاقة 3,000 متر مكعب يومياً، وفي سيدي براني بطاقة 5,500 متر مكعب يومياً، وفي منطقة كليوباترا بطاقة 4,500 متر مكعب يومياً، مع استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تحلية المياه باستخدام موفرات الطاقة، مما يؤدي لترشيد استخدام الطاقة بنسبة 30% وخفض تكلفة الإنتاج. كما قامت الهيئة الهندسية بإنشاء شونة مجمع السلام بالعمرية بمحافظة الإسكندرية بسعة تخزينية 8,000 طن، ومجهزة بكافة مستلزمات التخزين وعوامل الأمن والسلامة. وفي إطار دعم قدرات الدولة لتنشيط التجارة وتسهيل عمليات نقل البضائع الخاصة بالاستيراد والتصدير وتداول الحاويات، قامت الهيئة الهندسية بإنشاء ميناء بدر الجاف بالأدبية بمحافظة السويس على مساحة 80 فدان، وفي زمن قياسي لم يتعدى 8 أشهر، ويشتمل على كافة المنشآت والمرافق الفنية والخدمية اللازمة لتسهيل عمل المتعاملين مع الميناء. كما تم إنشاء محطة وقود وطنية خارج الميناء لخدمة الجرارات والسيارات المرة على طريق السويس الأدبية. ويمتد نشاط الهيئة الهندسية لتقديم الخدمات البحرية المختلفة لشركات الغاز والبترول وتأمين منصات البترول بمنطقة ساحل إدكو، حيث تم تطوير ميناء إدكو البحري بمحافظة البحيرة بإنشاء أرصفة بحرية بإجمالي أطوال 1100 متر وغاطس 7 أمتار، وإنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 متر وحاجز أمواج ثانوي بطول 405 متر، وإنشاء مبنى قيادة الميناء للإضافة لشبكة الطرق وسور الميناء بإجمالي أطوال 2560 متر. ويبقى الشعار ضوءا وقدوة، طريقا ودافعا، وتبقى الإنجازات شاهدا ودليلا على قوة وإرادة رجال مصر الأوفياء، إنهم أبناء مصر. يقدمون المثل قيادة وإشرافا وتنفيذا لحلم المصريين من أجل أن تحيا مصر.